انا شايفت واحد مصري هنا يقول مكيفاتهم يعبونها بالقعد. والله يا مناح ان قلبي واكني وحاسس انه رايحين ينبع ولا ضبا. لا اله الا الله، والله بيصدر فينا حكم. لكن ابشرك، انت تشك ان برجس هذا مباحث؟ والله شوف يا مناحي، من خبرتي ما هو مباحث، لكن يمكننا متعاون. لا اله الا الله، انت تعرف المتعاونين؟ كيف انا قسم ان قلبي يقول منهم كذا، قد نعرفهم. لا اله، طيب وش رايك؟ ما في الا حل واحد. وشو؟ انا بحكم عبقريتي وتفكيري ها؟ ايه؟ انا رجال راعي مضاربات، وش رايك نصايح نسوي مشكلة على السفينة ذي ها؟ ونخبط لنا واحد ثم ننزل نوريهم العين الحمراء. ما نبغى نحن يعني نكون دفشين مثلا ونقعد لنا مثلا نزعل الناس مننا يعني. ما في دفاشة، شوف 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 اللي على يسارك، شوف ذا الحاشي، وهديت ذا الحاشي، شوفها. حاشا وضرسك، احترم نفسك يا اخي، انت تمثل بلدك. امشي 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 يا رجال، انت خلت تمثل بلدك انت وصلعتك هذه اللي كانها املى الفراغ. اقول اسمعني. ايوه. خلنا ننادي يا سواق يا ولد المسؤول اللي هنا يا وينه؟ ايه يا جماعه، خير خير خير.